ده زي واحد من اهلنا ضربات هناك في الشارع دور نجيب جالي جناو فقير مش شاكل مع راعي قال للراعي تديني الخروف السمين ده الراعي قال له ما حقاتي انا يا اخي اديت كيف قال له تديني بس في النهايه الراعي قال له خلاص كده الضعيف ده بس قال له شوف يا تديني يا بقريب لك حجار كله ادرو ده من هناك اللي قالك الجماعه ديل مش شاكلين قال له دقيقه في شنو انت شنو قال له قال انا فقير فكيف بتعمل شنو؟ قال لك خرفان ديل بقي من الحجار، قال له ما دقيقة الحجار هذا اللي قاعدة تقلب خرفان، شيل لك واحد ودي البلد المسكين ده